الآن نقوم بتصوير أحد المنازل في حي الجبيلة، والذي احترق جراء القصف العشوائي. هذه هي منازل المدنيين في دير الزور، ليراها العالم ويراها المتنافسون على المناصب. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا المنزل في حي الجبيلة في دير الزور، نلاحظ طبعا. أما جيرانه فهم ليسوا أحسن حالا منه، نلاحظ هذا هو حال جيرانه. نلاحظ أن المنازل غدت ركاما، يبدو أن هنالك، حسبنا الله ونعم الوكيل، دير الزور حي الجبيلة. حسبنا الله ونعم الوكيل.